سعادة جدا بلقائكم في هذه الأمسية وهذه الليلة الرمضانية. نتشرف في هذا اليوم السعيد باستضافة الأخ عبد العزيز بوحاميدي، فاعل رياضي مدينة الرشيدية وبصفة عامة مدير في المغرب الشرقي. عزيز بوحاميدي لمن لا يعرفه هو ذاكرة حية في المنطقة، بالخصوص في المجال الرياضي. أعطى الكثير للمنطقة ولم ينل إلا اليسير مقابل ما أعطاه. سي عزيز بوحاميدي لمن لا يعرفه هو سليل أسرة شعبية وممتدة بمدينة الرشيدية، عاش الجيل الذهبي للرياضة في المنطقة. مرحبا بك مولاي عبد العزيز. شكرا 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 بزاف للاستضافة، نشكركم على هذه الاستضافة وهذه الالتفاتة بعدا اللي بكل صراحة اش غنقول لك، عطيتو نتيجة كبيرة في هاد جديد دانفو اللي كنتمناو لكم ديما التوفيق في سكو فو فيت. اسمحوا لي كنهضر شوية فرنسية. بصراحة سميتو صافي بليزير اللي دابا يمكن بزاف ديال الحويجات اللي ما كانوش معروفين في المنطقة، هاد جديد دانفو عطا واحد نقطة زوينة، شحال من حاجة بانت إكراس الجديد دانفو. تحية مرحبا عزيز. واخا سيدي، المهم السؤال الروتيني والمألوف هو نبغيو نعرفو المسار ديال مولاي عبد العزيز، المسار ديالو على مستوى الرياضي، على مستوى الرياضي بالخصوص. صيفتو لعيب وصيفتو مدرب والفعل ديالو في العمل الجماعوي. عزيز بوحميدي الله اعلم بحال هكا يا ايها الرياضيين ديال زمان ديال المنطقة اللي كانت بدا في فرق الاحياء، اللي من فرق الاحياء من بعد ايتي سيليكسيوني بور جوي مع ليكيب ديال الرشيدية. الساعة كانت قصر السوق اللي كانت بصراحة واحد الوقت اش غادي نقولك، وقت ذهبية كرة القدم على الصعيد، شي ماشي على الصعيد الرشيدية ولا النواحي ديالها، ولكن على الصعيد المغربي كامل. من بعد جيتي ان كرون سبورتيف، تا في الوقت فاش كنا كنقراو جو جويتو كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كنت كنلعب كرة القدم مع ليكيب ديال ديك الساعة الرشيدية اون دوزيام ديفيزيون اللي كانت ديك الساعة لوسكاريس، لوسكاريس اون تروازيام ديفيزيون، ولكن الرشيدية من بعد اون دوزيام ديفيزيون. وكنت نلعب بروميير ديفيزيون باسكيت، وكنلعب بروميير ديفيزيون هوند، كان شي خطاب سا كوانسيدي باش كيكون عندنا ماتش نهار السبت، نهار الحد الصباح ديال الباسكيت ولا الهوند، الماتش ديال الفوت العشية، وكنت كنلعب الصباح الروند ونجي نلعب العشية الفوت. أبغي ديك الوقت سي تيفو كانو المنطقة بعيدة، فين كانو كيبانو اللعيبية ديالنا ديال المنطقة ديك الساعة، وفين بنت هو في ماتش دو باغاج بور لا مونتي. يا ديك جيتي سيليكسيوني بور جوي اوسي افيك ليكيب دو كودين، كو جي جوي واحد عامين، وللأسف كيسا كانت القديم كدوز في مرحلة كريتيك، وكان هديك الساعة هو العام فاش غطيح هي والجيش. من بعد كانت عندي بروبوزيسيون بروفيسيونيل دو جوي أ أونغوليم، أونغوليم ديك الساعة كانت اون إيكيب دو دوزيام ديفيزيون فرانس، وكتلعب أون دوزيام ديفيزيون فرانس، كانت اون إيكيب بروفيسيونيل وهي أون دوزيام ديفيزيون. كانوا صيفطوا ليا كونطرا دو بروفيسيونيل، وكانت عندي واحد العمة شويه من دوك الناس القدام، قال كاش بغا يمشي يدير في الخارج، وشدوا داكشي وجاو عليا الوريقات. المهم ما مشيتش، وهاديك الفرقه هاديك الوقت مازال نعقل عليها، في الوقت فاش ما مشيتش انا كانوا عيطوا للفيلاني ديال وجده، خو الفيلاني الكبير، واللي كان مشى لعب مع هاديك ليكيب ديال انغوليم.
ومن بعد دوز واحد ديك المرحله ديال الكوديم او ترجعت للرشيديه. كنت كندير ديك الساعه بالسونتي بوبليك، رجعت للرشيديه كوم اونترينور جوور. مشينا في التدريب تما، بديت التدريب، جات لي تحت لي فرصة، مشيت دوزت اون فورماسيون دو فوا، مشيت لفرنسا دوزت اون فورماسيون دو ديال لي زونترينور، باش كندير دوك لي فورماسيون لي كانو كيديرو ديك الساعة ديال لي زينيسياتور هنا عندنا في المغرب. دوزنا هاديك المرحلة، مشيت عاود واحد الوقت، واحد المدة، حتى طلعنا ليكيب ديال الرشيدية اون دوزيام ديفيزيون. عاوتاني كنجبو لي ان بو دو شونجمون، مشيت عاود لميدار، مشيت الفود لي زيكيب لي كانو كيبغيو بور يجوي بور لا مونتي كانو كي، وكنا هادشي كنديرو غير تضحية، ما كناش كنسميتو كنضحية باسكو كانت عزيزة علينا المنطقة ديالنا، وعزينا بغينا كنبينو الشباب ديالنا ونبينو باوقين، لأن كاين تبارك الله كاين طاقات وللأسف لي مكتستغلش، لأن فيو لي مويا لي كاينين عندنا في المنطقة كاملة من بو عرفة وطلع حتى لخليفرة وهبط حتى لورزازات، لي مويا محدودين بور الرياضة. الناس وسي الله يسمح لهم كاينين بعضا سيرتو في الرشيدية لي كانوا هاديك الساعة ديك الوقت لي كانوا يمشيو بعيد في كرة القدم، لأن بقول صراحة الرشيدية راه عندها اون كروند هيستوار في الفوتبول، راه لا بروميير إيكيب يمكن الى مازال سميتو ديك الساعه كنا نقراو، كان دي جور اللي كانوا يعاودوا على ليكيب ديال قصر السوق، راه يمكن تفهمي نفسه 43 كانت فرقه كيسميوها زيز، سميتو نادي زيز الرشيديه ولا شي هذاك الشيء كانوا ديك الساعه. مازال العقل انا عقلت على العربي بمبارك فاش جا للرشيديه، دوز واحد المقابله تما نعقل اوسي، جات اون ايكيب د الجيري لعبات في الرشيديه، الو سكي في راسي لو فوتبول راه كان من زمان اليوم. ومشينا في هذا الاطار هكذا، كنا كنحبوا الرياضه وكانت عزيزه علينا، حتى الحمد لله وصلنا هذوك لي زيكيب اللي كنا دوزنا معاهم، اللي طلع واللي ما طلعش، كاينين لعيبيه عتقنا شحال من اللاعبين اللي كانوا غادي يمشيو يمكن يديفيو في حويجات اخرين. الحمد لله راه شعلنا اجيال، كونا ثلاثة ولا اربعة الاجيال، ايوا هذا هو سميتو، هذا هو المسار ديالي كلاعب وكمدرب، راني دائما مدرب هنا في تينغير. وشي تينغير اللي يمكن راه كنت دزت فيها في 88 89، اللي حتى هي بكل صراحة ما نخرج بيني كاين تبارك الله طاقات، فين كيكون المشكل هي المشكل المادي، مشكل التسيير اللي كيكون شويه ماشي هو هذاك سي بورسونا، وزيد كاين داك التهميش وكاين ديال من البنيه التحتيه وكاين البعد ديال سميتو لي كلهم ما كيبغيوش هاد المناطق تطلع شي فرقه فيهم، لان كيضربوا حسابهم هما اش باسكو الا كيجي لتينغير ولا يجي الرشيديه ولا ينزل الارفود ولا ينزل البودنيب ولا ينزل تينجدار ولا سميتو، راه كيضربوا على الحساب. الوغ ايزيسي توجور الله يسمح لهم، الله يسمح لهم دوك المسؤولين اللي تابعين لهم، تابعين لهم لا ديال مكناس تافيلات ولا لا ليغ ديال سوس مسا ولا شي ولا ليغ مراكش، يمكن لاش تابع لا ليغ ديال هنا ديك الساعة تينغير. انا عقلتي غير لعبنا امباراج، لعبنا امباراج يمكن في 88 89 وامباراج اللي فيه 6 الفراقي، فيه الهلال ديال مراكش، فيه جمعية تسحيم، شي فرقة في اسفي، المهم امباراج دو سيزي كيف فيه بطولة اخرى، وتكلاسينا الوالو في التالي قالوا لنا راكم خسرتو بشي ريزيرف ولا شي حاجة، وكان في هذاك الوقت الحارس هو سي محمد الزربوني، كان سي محمد الزربوني كان الاخ عقل هذيك الساعة سي بوجيف بوجيف علي، حتى هو كانوا تبارك الله كانوا حتى انا دازو، هذا هو وكاين ما يتقال كاين سي جو بو فو دير سي، حتى في لاتليتيزم كنت شامبيون دو ماروك في سون لا بيرش في 72 73
فيتيان راه تيو جيتي كاليفي بور الي اون تونيزي ديك الساعه كانت كانت هذيك الساعه كيديروا ديك الشامبيونا ديال المغرب العربي الالعاب المدرسية المغرب العربي كتكون فيها الجزائري لاتونيزي والمغرب كانوا كيجاو ديك الساعة ولكن الأسباب ديك الساعة كانت توجور سي لو بروبليم دي مويان ما مشيناش نشاركو وتوجور جيم لو سبور ولي مازال رياضي مالغري موناج وتوجور حنا راهي الشهرة ديال الشبان وعزاز علينا الوليدات فوالا واخا نشكرو سيدي عزيز على هاد اللحظة النوستالجية اللي عندنا لأن لا أحد من مدينة الرشيدية ولا تنغير ولا مناطق المغرب الشرقي ما تيحش بهذاك الحنين لحظة السبعينات ولحظة بداية الثمانينات اللي كانت لحظة ذهبية في المسار الرياضي لهاد المناطق. وهو مدخل باش نسولوك ويهمنا نعرفو الرأي ديالك حول الواقع بالرياضة المغربية بين الأمس واليوم، الواقع بالرياضة المغربية وكرة القدم بالخصوص بالامس واليوم على المستوى الوطني بصفه عامه وعلى مستوى هذه المناطق هذه الرشيديات غير وهزازات ومدن الهامش كيف تنسميوها دائما لانها مدن اريد لها ان تبقى مهمشه. على المستوى الوطني، المستوى الوطني كون تشوفوا لي مويان اللي كاينين دابا، لي مويان اللي كاينين دابا على المستوى الوطني شفتو من ناحية ديال كرة القدم، كاينين لي موايا، كاينين لي موايا، ولكن وللأسف كوم دابيتود كيكون التسيير العشوائي، كيكون التسيير ديال ما هو الجامعات اللي كلهم من عمان وفاش عندها المشكل. وما كاينش ديك الحكامة في التسيير، ما كاينش شحال من حاجة، وداكشي اللي كيجري على هادوك راك حنا حتى حنا عاود كتار بواحد حنا فيها وتاني البعد ديالنا كتشوف حتى من الناحية البنية التحتية، البنية التحتية كتشوف بني في المناطق ديالنا ما كاين والو، ألوكو كاين ليستوار، كاين ليستوار في كرة القدم، كاين كرة السلة، كاين كرة اليد، كاينين غراند ايستوار، ولكن بحيث كتشوف الملاعب وتشوف مثلا الرشيدية دابا وللأسف اللي كانوا فيها هادشي وكتشوف ديك القاعة اللي عندهم تما ماشي ديال القاعة ديال 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 سويتو كتشوف كتقول بالك الوغ سكيفي داكشي اللي كاين ليه غير كاين واحد تما راه فوق واللي تحت راه هو كتار هنا. وداك التهميش ديما اللي كنقولو من ناحية ديال منطقة بعيدة وهذا هو اللي كاين. هو صحيح الواقع الرياضة المغربية بصفة عامة هو مرتبط بالواقع البنيوي المأزوم للبلاد المغرب بصفة عامة. نعم. حيت راه حنا الآن مولاي عبد العزيز عيد التذكير راه حنا في لحظة كأس العالم. إيه. وزعما كنا تنحتاجو تنتمناو أن المغرب يكون ممثل. هذا هو الفري فيزاج ديالنا، ما ممثلينش لان ما كاينش الماكر. ما واش سي با لي جور كي مونك، سي با لي مويا كي مونك، سي با الاطور لي كي مونك، كاين واحد الخلل راه عارفينو الناس اللي راهم شادين هذا الميدان، هذا راه كاين الخلل راه كاين وراه مازال ومازال غادي يقدر يكون، راه تكونت جامعه بغض النظر وديمقراطيه الناس جرات باش تكون جامعه ديمقراطيه، ولكن راه كيبان شي شويه راه مازال ما كاين والو لحد الان، راهم يسونطران كيقولوا مشيو في شيتو ولكن مازال الاحتراف ماشي الاحتراف، الاحتراف كاين ولكن فين هذا الاحتراف؟ هو مولاي عبد العزيز بوحميدي، مدينه الرشيديه الان تشهد واحد محاوله تاهيل المدينه الى صحه التسميه على المستوى الرياضي من خلال الابراج الكبرى اللي راها المدينه تشهدها حاليا من خلال فضاء واحه الرياضه وهو تاهيل هذاك الملعب البلدي والمجال المحيط به اللي كان نقطه ضوء في السبعينات والثمانينات. ايضا كاين واحد البيست ديال الاتليتيزم اللي كاين قربه من الجوج ياك، هادو ربما في نظري غادي يشكلوا انبعاث وانطلاقه جديده للرياضه.
هذا سؤال زوين، هذا سؤال زوين. هي هاد الأوراش مكاينش لي مفرحش بيها كاع، وحال وحال الرياضة حيت كتشوف وكانت شكون لي عطا الانطلاقة ديالها والتدشين ديالها هو صاحب الجلالة واحد السادس ياه. ديرنييرمون بار كيريوزيتي كنا نمشيو نشوفو واش كاين تما، شتي راه شتنا بدا كيطلع البلاص ديال لي بروجيكتور، ها الطابي غازو ارتيفيسيال تنزل، ها ولا نشوفو بار كيريوزيتي. دخلنا لهداك الملعب وللأسف نقول واش هاد الناس واش خدمو ان بلون، واش هاد الناس اللي صوبوا هادشي واش ما كيعرفوش لي ميزيغ ديال لي تيران. سي طافيري بني ان تيران هذاك ديال الميني فوت لو فوتبول اويت، ان تيران اللي فيه 50 متر ولا 54 متر في العرض، طابي منزل حيت كتشوف من الباب كتشوف طابي هو هاك، داكشي رائع حيت كتشوف في لو بلون وفي لا ماكيت راه داكشي رائع مخير. تمشي لا سي طافيري بني الملعب ما فيهاش نقول لك فيه 50 متر ولا 54 متر في العرض، يمكن واحد 80 متر في الطول. الوغ سوب سورا با مولي هذاك بار لا فيديراسيون سي با ان تيران، حيت كتمشي لجناب وعاوتاني داك التشجير وملعبه واش باقيين الملاعب ديال الكره كنديرو فيها الزيتون حوايج تاع سميتو هاد الناس راه الزيتون راه سي لاليرجي سي سميتو هذاك راه هو حد الرياضة تلك كيكوخ سيكون بعيد على الحساسية وبعيد على ما فهم، انا ما فهمت والو انا والو، حيت كتمشي للوتيرا ديال الاتليتيزم عاوتاني هاد لابيست حيت كتشوف من بعد لابيست راه هي هاديك، ولكن حيت كتشوف لو شون ديال لابيست اللي نورمالمون يسوا دوا فوار تا هو كازون، داك الكازون تما هذاك اش كيسميوه بعدا عندنا بديك السميه داك الكازون ديال هذاك راه واش من كازون اصطناعي هذاك النجم ما فهمنا والو، ولكن انا راه كنشوف يمكن الفلتره ماشي راه المجتمع المدني راه كيلعب دور مهم تما، المجتمع المدني اللي كان سميتو اللي كنضمنو ما هاد الحويجات راه ما خصوش يبدا يتقبلوها، خصكم تشوفوا شنو كاين، كاينين ناس رياضيين، كاين اللي عندهم تاريخ في الرياضة في كلشي الرياضات، كاين وزارة وصية ديال الشباب والرياضة بحال هادوك لي ميزور ديال لي تيران بحال هادوك، راه كاينين فلوس تخسرو تما سيدي، كاينين فلوس تخسرو بالك، هاديك اللوحة الرياضية راه بكل صراحة تخلي تشوف الماكيت وتشوف راه شي حاجة رائعة. وكاين جهات متعدده صحيح وجهات متعدده اللي ساهمت في التمويل ديال المشروع اي كاين جهات متعدده، بمعنى خصو الاخراج ديالو يكون اخراج جميل ويكون وللاسف بان نتمناو الاقل مقبوله نتمناو يمكن دابا راه كاين يبوف يعالجو هادشي اللي بغاو يعالجو راه يبوف يعالجو، ولكن راه حشومة سميتو واش بحال ما عمرها دوزو الناس قلت لي ميزور ديال التيران دو في العرض ديالو 50 متر و 80 متر في الطول وماذا عن طبي يمكن اخر اخر سميتو كاتريام كاليتي ولا سيتيام كاليتي الوغ كو كاينين في ليسات تما، ونتمناو سميتو حنا راه ما كنعايرو حد، ولكن نتمناو شي هاد الالتفات بحال هاد الحويجات ماشي نوضو نضيعو الفلوس وبغينا الرياضة سميتو راه بيان صافي بليزير دوفوار هاديك هاديك البنية التحتية اللي تقادات واللي راه غادية في المشروع ديالو، ولكن راه خصنا يمشي واحد يدير نامبورت كوا ويقول صافي على صابونا وعلى نتمناو هذوك الناس اللي راهم سميتو ينوضوا سميتو يشوفوا واش هذاك الشيء راه كاين باقي باقي الوقت باش يعالجوا هذاك الشيء اللي راهم مصايبين باقي بصراحه، نتمناو السي الجمعيات والسي الرياضيه ولا اللي كيهم هذا المجتمع المدني يبداو في سانتيريسيو بحال هذوك الحويجات يبداو يشوفوا راه بلادهم هذيك، ونتمناو السي كو جو دو موند سي حتى انا في المنطقه مشيت تنغير وسي راه باغات سميتو تبارك الله راه كاين كنقول لكم حيت كتورغانيزا تورنوا ولا شي حاجه انا كتلقى مشاركه لك 64 فرقه ولا 38 حومه
حتى انا في البنيه التحتيه راه خصها وسيره تين غير دابا الحمد لله انت شتين غير راه غاديه. نتمنوا شي يفكروا شي شويه حتى في هذا الشيء ديال المرافق مرافق سيرتو الرياضيه اللي راه حتى هي كاينه مكره ما بقاش كتكفي هنا. هذا هو اللي كنقول لك. واخا كاين الخلل فعلا في المتابعه ديال المجتمع المدني ولكن ربما كاين حتى الخلل في عدم اشراك الفاعلين والناس اللي عندهم غيره على البلاد والناس اللي قراب للرياضه والناس اللي تيعرفوا في الرياضه. وهذا مشكل ماشي محصور في مدينه في مدن الهامش وانما هو مشكل وطني باكماله. ربما لو كان كانوا تشاركوا الناس اللي تيمارسوا الناس اللي تيعرفوا الرياضه في تهيئات الملاعب وما الى ذلك ما كناش نسقطوا على اخويا. راه كاينه وزاره بدائيه كاينه وزاره وصيه اللي عندها بها سميتو مناديب عندها اطور اللي ما يمكنش ما يكونش عندهم بعدا غير نهضر على الرؤيه ويكون عندهم ما هو قانوني بور اومولوديان تيران دو فوت ولا اومولوديان تيران دو باسكيت ولا كاينين سميتو كاينين بصراحه كاين. نتمنى ان شاء الله واخا مولاي عبد العزيز شكرا على هذا الجلسه الحميميه والنوستالجيه اللي منحتينا لها لان الاساس فيها هو هذه العفويه هو هاد الغيره اللي ستنطق بها اللي تنعرفوا عليه كاملين ان مولاي عبد العزيز وبدون مبالغه هو طاقم الطاقات اللي حنا عرفناه في الصيبه. هو اسطوره من اساطير البلاد لاعب مدرب محترف عطى صوره جميله على المدينه وعلى المغرب الشرقي ولا زال مرتبطا ولاصقا بهذه المنطقه حتى يحب المنطقه ديالنا ومازال سميتو مازال فينا ما يعطيوني لا بورسا. ايوا شكرا عندي مولا ما لا ما تشوفش ما يقولوا دابا الوقت ديال هذا ما يسمح به الحيز الزمني. بغيت شي كلمه اخيره مولاي عبد العزيز. اولا كنشكركم الاستفاده ديالكم ونتمنوا هذا الميساج يوصل سيرتو من الناحيه ديالنا من ناحية سيرتو ديال هذاك المرفق بكواحة اللي كاينة في الرشيدية. نتمناو يوصل لنا ميساج يبداو يشوفو واش راهم دايرين تما. راه ما كاين والو تما راه شي ماشي هو هذاك. فوالا شكرا عزيز وتحية تحية.